بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. مثل ما تلاحظون، هذه العينة عبارة عن مستعمرة طحالب متحجرة مع أنسجة خاصة ترجع إلى نباتات يعني متحللة مثل ما تلاحظون. طبعا هذه العينة أخذتها من بركة ماء، وأخذت جزء كبير جدا من الخلايا التي ترجع إلى النباتات، وهي حاصل فيها يعني على هيئة تحلل نسيجي للأنسجة. طبعا تم دراسة هذه العينة تحت المجاهر التشريحية، وبعد دراسة هذه العينة تحت المجاهر التشريحية لقيت فصائل كثيرة جدا من الديدان المجهرية تعيش على الأنسجة النباتية المتحللة. وأيضا تم دراسة العينة تحت المجهر البيولوجي وفحص الميكروبات المتواجدة فيها. طبعا لقيت ميكروبات كثيرة جدا وطفيليات مثل الديدان المجهرية، بكتيريا، فصائل كثيرة من البكتيريا، فصائل كثيرة من الفطريات، فصائل كثيرة من أحادي الخلية، وميكروبات أخرى مجتمعة مع بعض على شكل مستعمرات متعددة. أحادي الخلية أيضا ممكن تلقاها في العينة. أنا أنصح الباحثين ومحبين الميكروبيولوجي بدراسة الميكروبات والطفيليات المتواجدة فيها، والميكروبات المتواجدة في البرك المائية ممكن تلقون ميكروبات وطفيليات كثيرة جدا. وأنا أنصح أهم شيء يكون في تحط بعين الاعتبار أنك تحط يعني يعني جانب من جوانب الأمان ضد هذه الميكروبات، لأنها خطيرة جدا، ممكن تقضي عليك أو إذا يعني تسربت إلى الجسم أو يعني انتقلت إلى الجسم ممكن تسبب أمراض كثيرة جدا. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.